قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع إفريقيا التي وصفها بأنها أحد الأقطاب في عالم متبلور متعدد الأقطاب، وذلك قبل بدء القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ. وذكر بوتين أن التعاون مع الدول الإفريقية بلغ في السنوات الأخيرة مستوى جديدا، مؤكدا أن روسيا تعتزم تطوير هذا التعاون لتحفيز التجارة والاستثمار والعمل على حل مشاكل ملحة في إفريقيا مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغير المناخي. من موسكو ينضم إلينا المختص بالشأن الروسي رامي القليوبي. سيد رامي، أهلا وسهلا بك. إذا ما مدى التعويل أو لربما الأفق المنتظر ما وراء هذه القمة الروسية الإفريقية، خاصة في ظل ما يسمى بالعزلة التي تعيشها روسيا؟ سيد رامي، هل تسمعنا؟ أستاذ رامي، هل تسمعنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، نعاود لاحقا. سيد رامي، هل تسمعنا؟ سيد رامي. نعم أسمعك. نعم، أهلا بك سيد رامي. سأكرر سؤالي مجددا، كنا نسأل عن هذه القمة الروسية الإفريقية المنتظرة، ما مدى التعويل عليها من الجانب الروسي وما مدى الأفق المنتظر، خاصة في ظل حالة ما يسمى بالعزلة التي تعيشها روسيا؟ في الواقع منذ بدء الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مما دفع بموسكو نحو تنويع شراكاتها مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات مثل دول آسيا وأمريكا الشمالية وطبعا القارة الأفريقية. فروسيا تنظر إلى أفريقيا على أنها دولة ثرية بالموارد الطبيعية، ولكنها لا تملك التكنولوجيا والموارد المالية اللازمة لاستثمارها، مما يفتح المجال على مصراعيه أمام كبرى الشركات الروسية مثل غازبروم وغازبروم نفط ولوكويل للنفط والروسا للتوسع في السوق الإفريقية. وطبعا لا ننسى أن شركة روس أتوم الروسية تتولى إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، فبالتالي روسيا الآن تسعى لجذب او استقطاب الدول الافريقيه في صفها حتى تكون شريكا بديلا عن اوروبا والولايات المتحده. نعم، اذا دكتور رامي، الان امام هذه الاحتمالات، كيف يمكن ان يكون رد الفعل من الدول الغربيه والدول التي تفرض هذه العقوبات على روسيا؟ لا شك أن أي تقارب روسي أفريقي أو روسي صيني أو حتى روسي تركي يثير اشتياء الغرب، ولكن أيديه أو الأدوات التي يملكها محدودة. في حالة إيران كان الغرب يفرض عقوبات سنوية على من يتعامل مع روسيا، ولكن إيران دولة صغيرة وغير مؤثرة. لكن في حالة روسيا الغرب لا يستطيع شطبها من الخريطة الاقتصادية العالمية، وإن كان يتمنى ذلك، عبر فرض عقوبات سنوية. فبالتالي طالما العقوبات على روسيا مباشرة ولا تنطبق على من يتعامل معها، فتأثيرها محدود، كما أن العقوبات حتى تكون فعالة يجب أن تكون دولية. ولكن في الحالة الروسية من المستحيل فرض أي عقوبات دولية، كون روسيا عضوا دائما في مجلس الأمن، وبطبيعة الحال لا دولة تسمح بتمرير أي عقوبات بحقها. نعم، إذا جانب آخر دكتور رامي نتحدث عنه هنا وأيضا هو ما يعنى بالاستفادة الإفريقية في هذه المعادلة، فكما تفضلت وأشرت، هذه الدول غنية بالموارد والمصادر ولكنها لا تملك هذه الأدوات التي قد تمكنها، وكذلك نعلم التاريخ الذي مر عليها، فكيف يمكن أن تنعكس هذه العلاقة وهذه الفرصة الآن على الجانب الإفريقي؟ بداية روسيا لا تاريخ استعماري لها مع أفريقيا، فبالتالي صورتها أمام الدول الإفريقية قيادة وشعبا أفضل، والعديد من القادة الأفارقة اليوم قد تلقوا يوما تعليمهم في روسيا. كل ذلك يخلق تربة خصبة لتعاون طويل الأجل، كما أن روسيا التي تواجه عقوبات غربية قد تكون أكثر مرونة في السوق الأفريقية مقارنة مع الدول الغربية من جهة منح الدول المستضيفة للشركات الروسية
حصصا اكبر في الموارد التي يتم استثمارها، على عكس الشركات الغربيه التي عندما تدخل بلدا لاستثمار موارده الطبيعيه هي تستحوذ على ما تنتجه ولا تترك للدوله المضيفه سوى القليل. فبالتالي هذا قد يكون ورقه رابحه بين ايدي روسيا. شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الروسي دكتور رامي القليوبي، كنت معنا من موسكو.